مره بقول لك ايه؟ تعالى عايزك. اهلا ازيك يا مترو؟ اقعد. ملك اخوك يعني ملكك يا اخي. ايه؟ ايه ملك اخويا ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انت سمعته ده؟ انا سمعت الجمله، انا بقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده بقى؟ ايه بقى حكايه ملكي وملك اخوك دي؟ يا اخي بارك لي. بارك لي يا متر. لازم تبان الجانب المضيء من ناحيتي. ابارك لك على ايه يا عم؟ انا اشتريت القهوه. ايه؟ اشتريت القهوه. اشتريتها منين؟ جبت الفلوس منين يا زماره؟ انت ما اديت ايدك للحرام. حرام ايه؟ انت هتحبسني وانا قاعد متر ولا ايه؟ مش انا هورث ملايين. لا اسمع، اللي انت بتعمله ده نصب، فاهم يا زماره؟ يعني ممكن تاخد 7 سنين سجن وتتقتل. ايه الحكم العشوائي ده؟ ده ايه؟ القاضي كان فاضي بيديني اي حكم؟ وهتقتل فين؟ في السجن؟ لا. امك اللي هتقتلك لو سمعت انك بتتكلم في الورث وهي لسه عايمه على وش الدنيا. لسه عايمه على وش الدنيا؟ ليه انا ابن بطه؟ فيها يا عم سلمي، ما تقضي علينا شويه كده وافرح لي. اسمع، الماده 316 هي الماده دي كام صفحه؟ الماده دي اللي انا شايلها. ما تشيلش ماده. ايه؟ ما تشيلش يا عم يا اخي، انا عامل حسابي كويس. بقول لك ايه؟ انا بقالي فتره قاعد بذاكر كل النصابين اللي على اليوتيوب، وتابعت كل النصابين. سلام. ولقيت ان النصاب المحترف انه يكذب بثقه، كل ما تكذب بثقه الناس تصدقك. تخيل الواد ولع، هيعمل لي كيوي بالزبادي. تحب يعمل لك حاجه؟ خليه يعمل لي اعتبار. كل دي عيال بتدور عليها مفتريه. ايه؟ ارنبه؟ مش معقول كده ابدا. ايه ده؟ في يا عم عربي مالك؟ بتزعق لها كده ليه؟ دي لسه واخده المهدئ. سيبينا فطر معاها وهي واخده المهدئ. حد بيعرف يكلمها وهي صاحيه؟ ما هي ام عيالي برضه. ايه بقى يا عم؟ ام عيال مين يا راجل انت؟ انا خلفت منك اي شكل ده اللي هجيبه؟ زواحف؟ يخيبك، هو انا اعرفك يا راجل انت؟ الجنان الرسمي ده. ازاي الكلام ده؟ ده كان عندنا حب قديم. حب ايه يا راجل انت؟ ومين دي كمان؟ دي اللي بتخدمني، كنت تعبانه. انا بيري الممرضه بتاعتك يا مدام امبابه. بلا ممرضه بلا مقرضه، وانت تقول لي حب ومش حب يا اخي. كانتك حبتك حياه تلوشك. بقول لكم انتوا الاثنين شكلكوا كده نصابين وحراميه، وجايين عايزين تسرقوا الذهب بتاعي صح؟ بقول لك ايه؟ روح انت هنا يا فتنه، هي اللي تعرف شفرتها. شفرتها وفوتنه وكمان فيها فوتنه؟ ده انتوا تنظيم عصابي بقى، جايين تسرقوا الذهب بتاعي وعايزين تفتحوا الخزنه. يا لهوي عصابه. يلا سيبها بره من هنا. يلا بره. يلا بره انت وهي. يلا يلا يا نص البيت. يا لهوي البيت يا بيت. اسمع يا سيدي، يا هتغني انت كمان؟ لا هتتريق. همشي. لا هتتريق. امشي يا عم. اسمع بقى، احنا مفيش قدامنا غير ان احنا نروح لنعمان شركس ده. حلو. الراجل ده هو اللي عنده القصه من اولها لاخرها. انا عارفه، انا اصل كنت بتدرب عنده وانا طالب زمان. الراجل ده عجوز ومكحكح بس عقر. طب ما دام انت عارفه عمرو، ما رحتلوش ليه من الاول؟ ولا انت لازم تعمل فيها مهم؟ ما انا مهمه يا زماره. همشي يا عم. امشي بقى، عايز اقعد لوحدي. الله يا ابني افهم، الراجل ده نظامه غريب شويه، ما بيقعدش في مكتب واحد اكتر من سنه، واخر السنه بياخد التامين. التامين الصحي؟ همشي يا عم. امشي بقى، انا اساسا مخنوق منك. ها طمنوني، عرفتوا عنوان شركه المحامي ده ولا لا؟ اسالي الاستاذ الافوكاتو. لابس لي جرافطه وحزام وعمال رايح جاي ومش عارف تعرف حته عنوان. بس بقى يا ابني انت وهو، انا لفيت عليه الضرب الاحمر كله من البيبان لعطفه الروم. كل ما اروح العماره الاقيها وقعت وطلع مكانها سايبر. بس خلاص كلمت واحد صاحبي ويجيب لي قراره. بقول لك ايه يا عمرو، لو الموضوع كبير عليك سيبني انا اتصرف. انا ممكن اجيب محامي وارخص منك بكتير. محامي ايه يالا، وانا فطاطري؟ وبعدين انا كنت خدت منك ولا مليم. يا عمرو يا عمرو، انا اعطاني كلها متعطله. ايه؟ انا عايز انقذ ما ينقذ انقاذه. انا ورايا شغل كبير في القهوه. قهوه؟ وانت مالك ومال القهوه؟ مش تبارك لي عسليه؟ ايه اللي بارك لك؟ الف مبروك على ايه بقى؟ هو لازم نبارك لبعض على حاجه؟ واحنا ايه شايلين من بعض قوي كده، منفسدين ليه؟
بس يا حبيبي، بس يا حبيبي انا اشرح لك موضوع القهوه ده بعدين. المهم بقى عشان تبقوا فاهمين، القصه دي كلها بقت في ايد نعمان. طيب همتك معانا بقى يا عمرو. يا حبيبتي انا معاك اهو من الالف للياء، بس خلي بالكم القصه دي كلها مصاريف، وانا حاسب كل حاجه بالورقه والقلم. ولا تشيل اي هم، اي حاجه محتاجها عدى على القهوه خدها. زي ما قالك كده زماره، اي فلوس عدى على القهوه خدها. اقعد بقى انت افرد صدرك في موضوع القهوه ده لحد ما تلبس في الحيط في الاخر. قصدك ايه يا عم؟ قصدك ان انا نصيبي ممكن ما طلعش كبير؟ انت عارف حاجه مخبيه عليا؟ اسكت بقى اسكت، خلينا نفكر. اه استنى. الو، ايوه ابراهيم. ايوه. برج الكوثر. برج الكوثر. برج الكوثر بالكاف ولا بالراء؟ برج الكوثر العماره اللي وراه. العمارة اللي وراه. مش العمارة اللي وراه، مش السؤال اللي وراه. انا ما كتبتش حاجة. السؤال اللي وراها شقة كام؟ شقة كام؟ تمام خلاص تمام، انا عارف خلاص تمام. ماشي ماشي يا ابراهيم، هعدي عليك اراضيك بقى. خلاص خلاص تمام، انا كتبت كل حاجة خلاص. ايه ده؟ خلاص تمام تمام. ماشي ماشي يا ابراهيم. لا اله الا الله. يا عمرو انا ما لحقتش اكتب غير لا اله الا الله. وكاتبها غلط على فكرة، بس طمني يا ولاد. خلاص من بكره كلنا هنروح لعمان شركس. ليه؟ لا هنصيف عنده. خش زغرتي جوه افراح. ركز بقى مع بعض. ها، في مبدا اساسي في القانون في الاستهلال ولا بد منه، تمام، ان القانون لا يحمي المغفلين، وبالتالي فهو لا يحمي الموكلين. طب ازاي يا بنت؟ امال القانون اتعمل ليه؟ ما هما مش يغفلوك يابا، وانت تيجي تقرفنا بقى في المحاكم والقضايا. طب يا متر، يعني لو حد اتضرب او اتسرق يروح يشتكي لمين؟ دكتور تخدير. ظريف. سؤال ظريف على فكره. هما يا حبيبي احنا مش هنملى المحاكم عشان موتوسيكل مسروق ولا مترين ارض يعني. طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي يا بنتي، احنا بندفع الفلوس في الحصه دي ليه؟ وقف يا ابني وقف. غرامه 500 جنيه وشهر حبس. يعني يا مستر طالما مش هنشتغل بالقانون بناخد الدرس ليه؟ على فكرة ده كان امتحان، وانتوا نجحتوا في الامتحان وشرفتوني قدام المجتمع. صعب يا مستر. ايه اللي صعب؟ التجاري يا عم. التجاري صعب صحيح، دفاتر وحسابات وبتاع. ده انا لما تليفوني بيفصل ما بعرفش احسب 6 في 6 بكام. ده بقى ليه؟ بسبب التكنولوجيا مسحت العقول. عشان كده احنا هنرجع لنظام التعليم القديم، الكتاب، وده عايز ودن موسيقيه. ودن موسيقيه ونفسيه حلوه، بس نركز مع بعض. ماده واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. لا نقول مع بعض، انا مش هشيل الليله لوحدي. ماده واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. ماده واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. انما تسرق تقتل تنهب يوجب فرض عقاب اخلاقي. انما تسرق تقتل تنهب يوجب فرض عقاب اخلاقي. بس ثواني بس ارد على التليفون يا شباب. ثواني. الو. ايوه يا حبيبي. ايه ايه واقفين لهم تحت؟ هيتثبتوا هيتثبتوا يعني. ماشي يا حبيبي ماشي، غور بقى دلوقتي. كنت بقول يا شباب، يعني في بس موضوع صغير كده. في بلطجيه واقفين تحت وهيثبتوكوا وانتوا نازلين. ها احنا رجال قانون طبعا، يعني عارفين هنعمل ايه. ها الحليب في وسطينا وسلاحنا في ايدينا، واللي عايز يتقال له يا مرحوم يجي علينا. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم يا شباب. يلا يا جماعه نلم حاجتنا كده، بس مش عايز العلقه اللي هتاخدوها. اقعد است، مش عايز العلقه اللي هتاخدوها دي تنسيكوا المبدا الاساسي اللي احنا اتعلمناه ولا ايه؟ يلا تبقى جاي بالقانون تلبس ازرق في السجون. تبقى جاي بالقانون تلبس ازرق في السجون. تبقى جاي بالقانون تلبس ازرق في السجون. شو رايك اليوم بدي اعلمك رقصه كتير راح تحبها اسمها تانجو؟ عشتني سامي، وانا اصلا عندي مركب راس. بدك تشوفه؟ يا ريت. اكيد. هيك بشويش بترقص وبتبرم هيك. هيك وهيك؟ ايه. ولف اللفه دي كمان؟ لا، ايه تاني عندك؟ ايه تاني؟ في زومبا، وفي بدي اجرب لك زومبا. لا تسميني انا بقى اختار لك حاجه على مزاجي.
خلاص؟ خلاص. أيوة. أو. بتضغط عليّ.